تحتضن اليوم المدرسة العليا للقضاء ملتقى حول إشكالية نضج المشاريع وأثرها على منازعات الصفقات العمومية، وهذا بمشاركة وزير العدل حافظ الأقتام بلقاسم زغماتي وقضاة من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية وكذا ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية. وعن هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة من المدرسة بالقليعة بالزميل مليك زجودي. مليك، ما هي أهم المحاور المدرجة في هذا الملتقى؟ نعم، أهم المحاور المدرجة في هذا الملتقى ما هو مقصود من نضج المشاريع، هل هو النضج القانوني أم هناك إشكالات في الصياغة القانونية. المحور الثاني تأثيره على الصفقات العمومية. يحضر معي قاضي إداري ورئيس الجلسة الصباحية السيد موسى بوصوف. ما المقصود بالنضج المشاريع؟ لقد اهتدينا في مجلس الدولة لاختيار هذا الموضوع المهم نزولا عند رغبة القضاة المختصين وإطارات وزارة المالية والوزارات الأخرى المهتمين بالصفقات العمومية وكذلك أساتذة جامعيين وخبراء لما له من أهمية خاصة في المرحلة الحالية بعد توجه السلطات العليا للبلاد إلى دفع المشاريع الاستثمارية وبقاء أقل كلفة. عدم نضج المشاريع هو عدم نضج الدراسات الكافية، عدم نضج تحضير الصفقات لعقد الصفقات العمومية، مما ينتج عنه تأخير في الإنجاز المشاريع وزيادة تكاليفه، ثم تنشب نزاعات بين المكلفين من بالإنجاز والإدارة تعرض على القضاء، وفي عادة ما يحكم ضد الإدارة وضد الدولة وتتكبد خزينة الدولة خسائر فادحة. الهدف إذن من هذا الملتقى هو الاحتكاك بجميع المختصين وتبادل الخبرات للاهتداء إلى السبل الناجعة والحلول لتفادي مثل هذه الأخطاء والتوجه نحو إنجاز المشاريع بعقلانية وأقل كلفة من أجل الصالح العام. وشكرا. نعم، هنا الهدف الأسمى كيفية وصول البرامج إلى أرض الواقع بدون نزاعات وبكل دقة في إبرام العقود، وسنوافيكم في نشرتنا القادمة بأهم التفاصيل وما سيصل إليه هذا الملتقى من جميع النواحي سواء القانونية أو السياسية. إليك الزميل مليك زجودي، كنت معنا مباشرة من المدرسة العليا للقضاء بالقليعة حيث يشرف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على ملتقى حول إشكالية نضج المشاريع وأثرها على منازعات الصفقات العمومية. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.